صفية شرفت وزيرة الثقافة والفنون السورية مولجي صبيحة اليوم بقصر الثقافة مفدي زكريا، أشرفت على تنصيب أعضاء اللجنة الوطنية الخاصة بإعداد مشروع قانون الفنان والتي يترأسها ميسوم العروسي، تضم ممثلين عن وزارة الثقافة والفنون وخبراء في صياغة القوانين بالجزائر. اللجنة تباشر عملها وفق صلاحيات منحتها وزارة الثقافة والفنون على أن يقدم المجلس الوطني للفنون والآداب اقتراحاته بعد فتح مشاورات واستشارات واسعة مع الفاعلين في مجال الثقافة في مدة لا تتجاوز 3 أشهر لهذه الهيئة من أجل دراستها وتفعيلها. التغطية كانت لعبد الرحيم بونمري. أشرفنا اليوم رسميا على تنصيب اللجنة المكلفة بإعداد مشروع قانون الفنان، وهذه العملية التي ستتم في مرحلتين. المرحلة الأولى سيقوم بها أو يطلع بها المجلس الوطني للفنون والأدب، وسيشرح في فتح مشاورات واسعة على المستوى الوطني والجهوي مع كل الفاعلين في المجال الفني، وبعد أن يخلص إلى مخرجات وإلى توصيات وإلى يعني مسودة أولى سيتم تقديمها إلى هذه اللجنة. اللجنة هي لجنة خاصة في أغلبيتها مكونة من قانونيين أو حقوقيين من صناع القوانين والتشريعات في الجزائر. نحن جد سعداء أننا اليوم نتواجد على رأس هذه اللجنة، لجنة صياغة مشروع قانون الفنان، وكذلك لأول مرة تكون هناك لجنة ستعنى بتحضير ولهذا القانون الذي هو كان منتظرا منذ سنوات، منذ 62، وكان مطلبا من مطالب الفنانين، وهذا القانون هو الذي سيعطي الإطار بالنسبة للفنانين من أجل حقوقهم وكذلك واجباته. هذه اللجنة هذه ربما أنا نتفاعل جدا، لخطر أنا رايحين لتكوين ورايحين اقتراح قانون للفنان ويتضمن كل الحقوق والواجبات تاع الفنان.